أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي بكل خير، معكم ليندا عبر قناة أنوثة تي جي جي، قناة الوصفات الطبيعية المجربة وتعليم الحلاقة والتجميل. فيديو اليوم إن شاء الله سيكون حل بعض مشاكل المناطق الحساسة خاصة المتزوجات، ولا حتى إذا كنت عازبة أو حابة تهتمي بالمنطقة الحساسة من الرائحة والحكة والسواد، راح نعطيكم بعض الأشياء البسيطة ولكن تعطيكم مفعول سحري. أول حاجة تحية طيبة لكل من تابعني، يا مريم سلم عليكم، تدعي لكم بالخير، قلت لكم كثر خيركم على كل كلمة خليتوها لي في التعليق ولا دعاء، ربي يستركم ان شاء الله. وما تنسوش البنات تخبروا لي راكم تتابعوا فيا، باش نخليكم تحيه خاصه. واليوم احنا بعد تحيه خاصه لكامل الناس الصحراء اللي تابعوا فيا ورجله، خاصه ام الحارث، بشار، المهم اذا كنتم في الشرق، في الجنوب، في الوسط، في العاصمه، ناس القبائل، ناس الشمال، في اي مكان تحيه ليكم. ام سلمان، ام بيسو، شكرا لكم على التعليقات. ام معتز راكي غايبه عندك بزاف، ونبدو على بركه الله الفيديو. اول حاجه وعام مبروك عليكم، يوم ما فكرت نسيت خلاص بلي رابع جديد. نبدو على بركة الله. شوفوا البنات، الحكة لازم لها المضاد الحيوي، فهمتوني؟ يعني اي واحدة فيكم تحكمها اكرمكم الله حكة، سواء كانت متزوجة ولا عازبة، لازم عليك تروحي للطبيب باش يعطيك مضادات حيوية، وبعدها انت تكملي بالعناية الشخصية تاعك، لانه الحكة راهي احيانا تجي من الزوج، كانك متزوجة ولا حاجه، كمجي من التواليت دخلتي له تكوني يعني مزروبه دخلتي له يكون في دار اخرى مش داركم، لانه كل واحد ونظافته الشخصيه، بالاضافه الى انه الحكه هي نذير انه كاينه حاجه هكا ميكروب ولا حاجه دخلك، فلازم تفهمي انه الحكه لازم لها مضاد حيوي وعلاج، تروحي طبيب اولا. ثاني حاجه واللي هي اهم حاجه، شرب الماء وقت ما تجيك الحكه، لانه كاش وحده فينا ما حكمتهاش لانفيكسيون، سواء كانت عذراء ولا يعني متزوجه، لانفيكسيون كي تحكمك ديريكت تنقصي السكر، فهمتوني؟ يعني السكر لازم تنحوه. كاينه حاجه اخرى واللي هي كي تقوى عليك الحكه بزاف، تعرفوا الدونتيفريز تاع شو اسمه كريست، راهو يتباع، هزوا منه شويه خلطوه بالماء واكرمكم الله حكي المنطقه خارجيا، راح يقضي لك تماما على الحكه. وهذه الوصفه اعطتها لي صديقة أخت سعودية، مي إيفيكاس تاع الصح، وين تجيك الحكة شوي دونتيفريز ديري في الماء، لأنه الدونتيفريز خاص بالفم وما كاش حاجة يعني كيما اللثة، اللثة حتى هي حساسة فما تأثرش عليكم، ديري بها غسلة خارجيا برك. ثم الآن نروحوا إلى ترطيب المنطقة الحساسة وتنحي منها الرائحة اللي تكون ماهيش ملاحة، إنه بعض النساء يكون عندهم رائحة هكا أكرمكم الله مش ملاحة، يا إما من النظام الغذائي تاعها لأنه الأكل حتى هو يلعب دور، يا إما كاش ما عندها إنفكسيون قديمة ولا حاجة. باختصار ما يهمش السبب، المهم راح نعطيكم واحد المرطب، واحد المعطر تديروه ما يأثرش على المنطقة الحساسة، وحاجة باهية بزاف إنه تستعمليه يوميا قبل النوم، يعطيك يعني نتيجة رائعة جدا خاصة المتزوجات. المكونات بسيطة جدا يا البنات، راح نجيب هنا فنجال فقط باش نخلط فيه. أول حاجة راح نحتاجو إلى ماء الورد الطبيعي، لازم ماء ورد طبيعي، هذا يتباع غير بخمسة وعشرين ألف، نحتاجو منه كمية، أنتم ديروا قيس يعني هكا هكا كيش حاجة تخلطوا فيها، كيف أنا ديما ننصحكم أنك يظل عندكم قرعة هكا تاع ريحة غسلها مليح وديروا فيها، أنتم ديروا قيس هكا باش يعني وين تفرغ تزيدوا ديروا. نديروا شوية تاع ماء الورد، مثلا نقولوا فنجال، كما قلت لكم ماء ورد الطبيعي عندكم هذا، عندكم اي نوع، المهم يكون طبيعي مش هذاك اللي يبيعوا فيه الصناعي. وهنا واش عندنا البنات؟ الجليسيرين الطبي، ماهوش زيت الجليسيرين، الجليسيرين الطبي هذا يتباع ب 15000 فقط، مليح لكلش، يعني لازم يكون عندكم في الدار. مثلا درتي فنجان ديري قسم غرفه، مغرفه صغيره هكا تاع جليسيرين، ها هي يجي خاطر، وهو الدور تاعو يا البنات وشي هو ماء الورد، يعطيكم ريحه طيبه ومنقي، والجليسيرين مرطب ويحفظ الرطوبه خاصه البنات والسيدات اللي فاتوا 40 سنه يولي يجيهم جفاف في المهبل يعني، فهذا مليح بزاف انك ترطبي. اذا فنجال تاع ماء ورد وعليه مغرفه صغيره تاع الجليسيرين، نخلطوها جيدا ونزيدوا حاجه مهمه جدا، هذا وشي البنات هو بودره تاع المسك، انتم خيروا اي مسك تفهمنا، بودرة المسك يعني قيس، نقولوا حنا ديروا هكا قيس نصف مغرفة صغيرة تاع مسك، ماشي حاجة كبيرة. نخلطوا المكونات جيدا، راح نتحصوا على سائل، ها هو شوفوا كي من هاك، واش نديروا؟ نحطوه في اي قارورة دفابوري بها هكا، وقبل النوم واش نديروا؟ نرشوا على المنطقة، يعني اول حاجه نغسلوا المنطقه بصابون الطرف، ما نقربوش المهبل لانه صابون الطرف يجفف، ثم نرشوا وندلكوا المكان بلطف حتى تتشربوا، وما تخافوش هذه يعني الاشياء
يعني طبيعية. المسك طبعا وصلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كلقيتو مسك الطهارة ديروه، والجليسيرين طبي ما عنده حتى ضرر، وكذلك ماء الورد يعطيكم رائحة جميلة للمهبل، وكذلك يخلصكم من الإفرازات الغير مرغوب فيها إذا عندكم إفرازات بزاف، وبالإضافة أنه ينقي المنطقة ومع الوقت يرطبها. الآن البنات اللي يحبوا دائما يغسلوا بين الفخذين باش يتحصلوا على نظافة، ننصحكم بصابون الطرف ولا الجليسيرين. إذا عندك سواد بين الفخذين على الأقل على الأقل مرة في الأسبوع إلى 3 مرات تحكوا المنطقة بمقشر، ثم تنظفوها بصابون الطرف بعد ما تقشروا وتنشفوها ملح وتديروا هذه الخلطة، راح تشوفوا يعني نتائج رهيبة إن شاء الله يا ربي. نكون يعني استفدتوا مني في هذا الفيديو اللي هو تعطير المنطقة الحساسة. ما تنسوش كي تحكمكم حكة والانفكسيون ديروا الدونتيفيز، راح تدعوا لي بالخير يهبل يا بنات تاع كريستا. قيس شوية وخلطوه بالماء، مثلا صبي هكا شوية في يدك، ديري لي شوية ماء وحكي المنطقة الحساسة تاعك وحتى الشرج، واغسلي مليح بالماء وراح تشوفي النتائج فورية. كان هذا هو فيديو اليوم على العناية بالمنطقة الحساسة، والمرأة لازم عليها البنات تنتبه المنطقة الحساسة لأنها هي تسبب عدة أمراض، والزوج تاعك ولا الزواج تاعك راح ينهار اذا المنطقه هذه كانت فيها روائح امراض. ديما ديما عسي روحك، وحتى اذا كنتي عذراء ديما نظفي روحك وديري الامور اللي تعالجي بها المنطقه تاعك، باش يعني نهار اخر تتفادي اي مشاكل. كاينه حاجه اخرى، ما تغسلوش بزاف بهذاك الغسول اللي يديروه خاص باللوجيل انتيم، لانه حتى هو يدير بعض المشاكل. هذاك للضروره خاصه كي تركم الحكا اغسلوا به، ما كانش ما تستعملوش بزاف، وتهلوا في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله.